السلام عليكم. أداة اسمها سيلينج وولز، دي عبارة عن إيه؟ إن لو عندك سيلينج على أكتر من ارتفاع مختلف، فهو بيبدأ يرسم وول رفيعة بين الاتنين سيلينج. دي طبعا ممكن تتعمل موديلينج بليس، لكن بتاخد وقت. هنا الأداة بتكون أسهل بكتير. تمام، أنت بتحدد أنهي فيس اللي أنت عايز تعمله، من التوب ولا من البوتوم، وأوتر ولا إنر ولا هوز بالشكل دوت. وبعد كده هو بيبدأ يعملهم، يبدأ يعمل لك المسافة بين الاتنين سيلينج بحيث يطلع الشغل بتاعك مظبوط. اهو فيديو هو حاطه. تبدأ تحدد الاتنين سيلينج، هو يبدأ يوصل بينهم. تحدد الوول تايب، هو يبدأ يرسم الحيطة بين الاتنين دول بحيث يطلع شكل واقعي.